I traveled to the West Bank, to Hebron, in February 2010 to interview and film families in the H2 sector. On February 14th, I was walking down Ein Sarah Street when I heard that Fares Faraj was murdered. What happened? They shot Christina and he died. He died? Yeah, and he killed him and her brother. We need somebody to tell the story, okay? Get somebody to tell the story. Yeah. Where is he? Where did he go? Jamil! Jamil! Hello, Jamil, with that. What happened? There's somebody to tell the story. No one, they are so angry. Even they're so angry. They shout. They shout. That's all right if they shout. What happened? Somebody has to tell the story. You can. Yes, what happened? Maybe one of the soldiers will you tell have him. Your business card? Yes, I don't know. I wish somebody would explain. You don't know what happened. Does he know what happened? No. Nobody knows what happened? It happened so fast? They كانوا مسيطرين في الجيل هذا في الشارع الثاني يلطخوا حجار كبار على الناس ومنزلين اليوم الجمعة اللي بيعدي خفيف في مسيطرين يعني شباب كبار في ولاد من هون من الجيل هذا طخوهم حجار عشان بدهم يلطخوا على العالم يعني طلعوا خمس جنود من جيل العود يعني من الشارع الشلالي وضلوا طالعين على الطلعة مرة واحدة صار انه كان عندنا طخ بالحارة الطخ هذا كان كتير يعني كان ولادي لطخوا حجار والجيش طخ عليهم احنا كنا على السطوح طخونا قنبلة صوت ونزلنا انا وولادي كان عندي كان في شغله واجا قال لي يما بدي اصبح عليكي واجا صب علي واكل عندي تغدى وبعد ما تغدى قال لي يما خاطري قلت له مع السلامة الله يسهل عليك نزل ما سمعت إلا الطخ طخوا بقول له الله يستر ابني ما شفت إلا بقول ابنك يوم الصاوب ونزلت أجري قلتهم إيش يقول لي فيه إيش يقول لي من صاوب إيش يقول لي من استشهد لجارتنا بتقول لي في واحد انطخ استشهد شكله انه تصاوب بقولها بتقول لي مش قادرين انه نقدر نسعفه بقولها طب يا اختي انا والله ما بخاف انا بنزل يعني بشوف شو اللي صار معي نزلت اول وحده انا كنت في الحاره يعني شفت الحدث في نفس الوقت بقول لها جندي بس اشوف مين اللي متصاوب بقدر اسعفه ولا اشوف شو اللي صار معي لا بقول لي ممنوع صف الجيش هيك وصلت علي سلاح اللي بخلوني بس ارجع يصلت علي الجيش السلاح هيك صفوا لي يا اخي صفوا لي ممنوع جبت له لسه اتصل انا على الاسعاف وفكرت واحد ثاني لسه انا والله جبت له الاسعاف ما فكرته انه هو لا بالاخير طلعت له امي تشوف امه هذا اللي تصاوب لا دخلي ولادك احكي لك انه تصاوب لا دخلت اخوات انا كنت قاعده على الشباك سامعتهم بقول لها جوزك تصاوب بكتفه امي لبست على طول ونزلت له وبالاخير لجت خالتي علينا قلت لنا ابوك استشهد اللي طخوه مش مسوي شيء يعني نازل عم يطالع ضر اخته يعني نازل جندي الضابط والجندي جنبه فضوا فيه مش طيب ضرزوه من هون لحد رجليه وتحت ف
في الليل رجع الصبح ضمه معنا تصوب والله صدت الله يعلم ابو ولاده زي ما علمونا من ابي ان شاء الله بصيروا يدهم زي ما صرنا احكي انه انت فرحان في كمان خطم الدم هون لفوق شوي هذا صيعه الاصابه الاولى والمسافه بس يا دوب من السياره او قبل المسافه الاولى هون كان عم دخلت الخسيره شوي يعني خبط اول رصاصه هون يمكن تلاقي بوقت الدم الموجوده والله ضل يمكن هون جهتك لانه احنا قشيناه هون بس ممكن راحوا اول ما طخ الرصاصه الاولى مشى طخه الثاني وقع هون الدم صارت خطمة بعدها كمل لتحت طبعا كمان هذا الاعتداء مش الاول ولا الاخير في المنطقه والمنطقه خاضعه تحت سيطره السلطه الفلسطينيه منطقه اتش 1 وهم خاضعين في المنطقه اتش 2 الله يصبر كل ام الله يصبر كل ام على ما بلاها احنا في هالضفه هذه ما فينا الا الهموم اللي اخوها مستشهد اللي ابوها مستشهد اللي ابنها مستشهد كل واحد من جهه المنطقه استشهد كفار كل يوم مشاكل عندنا كل يوم هم عندنا في هالحاره مش مسيبيننا في حالنا كل يوم بيستشهد لنا كم واحد احنا المنطقه منطقه تماس منطقه خط كلها فيها جيش كلها فيها كل يوم بتطخ وقتين يا ريت عقابات بتلاقي بلبسوا الشاب بالكيس في راسه وبيسحبوه في دين مين لا دين بيقبله ولا رب بيقبله ولا ديانه اي ديانه بتقبله هذا الحكي الحمد لله كل ما بتذكرها بحس روحي طلعت قدامي ني وما اقدرش يا اخي قدامي ني وما اقدرش اسافر يا اخي اجت الاسعاف الفلسطينيه حاولت تاخذه اخذوه حطوه في السياره رد الجيش الاسرائيلي فتح السياره واخذه من السياره ومنعوا طاقه من الاسعاف الفلسطيني من اسعاف لعبين ما قدرنا نعرف شو صار معاه بيقولوا لنا مصاب واحنا حولناه على مستشفى هداسه والامبولانس طلع فيه وهو موجود عندهم تحت لقيت سياره الجيش اسعى بس اعرف وين لقوا فيه انه يخليني الجندي لطخ علي قفن بلد صوت لطخ مسيل للدموع خنقنا فيها مسيل للدموع خنقنا فيها ما رضيش خلينا بس نعرف وين حاطينه وين الملاقيين فيه ورحنا على اليهود ما بدوش يوم يعطونا اياه يقولوا لنا كيف مسافر ابوهم بيقدر يحط سكينه ويترك اطفاله زي هدول يحط سكينه يقولوا هذا نزل يقتل جندي يترك اولاده راس مول ولد راس فارو مرتاح قبل 8 شهور راشد شوفي هالبول مش سنتين عمر والله ما فيها سنتين بس بأمان الكبير فيهم 18 سنة ربنا بقولها كل اطفال صغار الله يحرمهم أولادهم زي ما حرموني أبي إن شاء الله بيتقدموا زي ما تقدمنا إحنا روح خلاص روح أبي حرمونا من أبي حرمونا منه عشنا اسمعي ماما ما اسمع الله تنيا الله تنيا